شغل البيض والسجق هلأ خلص. ايه شو بدنا نعمل؟ ما رح نعمل اي شيء. لانه الشرطة بتكون عم تنتظر بالطرف الثاني. بيكونوا هلأ متنكرين وريحتهم مو حلوة ابدا. مفكرين نحن اغبياء وما رح نكتشفون. لحتى هنن يمسكونا ويحققوا معنا رح نعترف وبعدها منعتذر منهم. مو هيك؟ مو هيك يا سيدي؟ لك بدي أعرف هنن شو مفكرين الناس اللي بيمشوا بالشارع؟ معقول مفكرينهم ما بيتحممون؟ شو يعني اللي بتكون ريحته حلوة إنه ما بيغلط أبداً؟ ولا اللي بيغلط ضروري إنه يتوسخ؟ مو معقول شو غبي تفكيرهم. مو هيك؟ صديقي الياس، إذا أنتوا شرطة حققوا معنا ليش نايمين هون؟ ما في شي نحكي بنوب ولا نخبي كمان. اجتمعنا كلياتنا حتى ناكل بيض بالسجق، بس طبعا ما لحقنا. ها؟ إذا كان بدكم تاكلوا ليش هربتوا يا الياس؟ ما منعرف. الإنسان بس يشوف سيارة الشرطة بيخاف وبيحب يهرب. طبيعي يخاف لأنه إذا صاير شي حادثة بيخاف يتهموا فيها. أنت قصدك ما دخلكم بمقتل تيومان ما هيك؟ تيومان ما؟ أي تيومان يا؟ شو هذا اللي كان يحب الموسيقى كيف مات؟ يا خسارة. تيومان يلدران. تيومان تبعنا؟ سيدي شكلك ما بتعرف. هو كان صديقنا كتير. مو صديقي، يعني بما أنه مات رح أقول مثلكم أمري لله، هو كان صديقي. بس كيف صار هيك؟ فيكن تضلوا عم تتمسخروا قد ما بدكن. المهم عندي أشكالكن وأسلحتكن واضحين بتسجيلات الكاميرا. بتشوفوا مين اللي رح يضحك بالأخير يا مهضوم. يا سيدي ما حدا ندم أو سلم حاله لحضرتكن لهلا؟ ما حدا سلم حاله، اطمن. رجالكن هربوا بس أوصافهم موجودة عنا. خدوا الياس على غرفة التحقيق بسرعة. Cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp fiyat ellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, 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 gelsene canım. نوزت، خبروا قلب أصلان بتفاصيل الحادثة. أكيد هذا فخ. تيومان كان جاي لعندي لهيك انقتل. بس شو علاقة الياس بهالقصة؟ لوين رح يروح ولوين؟ تمام خبرني. رح يروحوا على المركز، رح يحققوا معهم ليعرفوا إذا ياشاري اللي قتله. ايه ما في غير ياشار. طيب الياس ليش كان عم بيساعده؟ ياشار
عمل فوضى كبيرة عنا لأنه أخذ الياس معه. بس ليش؟ أكرم عم يصفي أخو، وهاد يشار بده ياخد أخي لصفه، وأكرم ما رح يقدر عليهم أبداً. إيه هو هيك خضر، نحنا رح نجتمع هونال بيك. في شيء أهم، رجالنا صاروا بالسجن. إيه منشان هيك إذا نحنا قلنا لأكرم حددنا اجتماع اليوم المساء، بعد ساعتين رح تشوفهم قدامك. برأيي معه حق يا خضر. بعرف إنه هو معه حق، الزلمة مات، تيومان انقتل، ويشار يلي قتله شو هو السبب ومين معه؟ الياس ويشار ما رح يخلصوا من حكي الناس، ورح ياخدوا وقت كتير طويل. قلي هن ليش لحتى ياخدوا وقت طويل؟ أكرم كان بده يقعد على الطاولة وقعدنا، وأنا وإنت اعترفنا إنه ما رح نقدر نقتل أكرم، وعم ناكل مع السيدة جيلان ونحن مبسوطين. مين رح يعارض أو رح يحكي عليهم؟ ماشي، عالسريع أنت ويالماس بتخبروا لأكرم، خلوه طالع الياس ويشار وبعدين نجتمع. مريم كانت معك؟ رجعت على البيت. شو عرفت؟ تيومان قتل فجأة، والياس بالسجن هلأ، وإنه أنتو ما قدرتوا تقتلوا أكرم. في شي عن شغلي ما بتعرفه مرتي يا جيلان؟ لا ما في بنوب. ايه حلو، يلا ونال بيك بدنا نروح. يلا مزي بيجي بياخدني، انت فيك تروح خضر. ما بيعجبني تتصرفوا كأنك انت صاحب هذا البيت ونال بيك. لا تقول كل شي خضر، لا تقول كل شي، خلي عندك خطة. يك استغفر الله. على سيرة الخطة، جيلان خانم الثغرة الأولى اللي بالاستخبارات رح تظهر هلأ. السيد نوزت عنده علم؟ بيعرف. أنا بهنيه، لأنه يشار وقع بسببه هو، وتيو راح من طريقه للأبد. ممتازة هالفكرة. بس ما مرقت على أكرم. مستحيل يعترف بهالشي، هو راح يضحي من شان يطالعه للياس ويشار. أنا مبسوط كتير لأنه صار هيك يا ريس. شو اللي عم يخليك مبسوط يا فخري؟ موت تيومان وقعدت أكرم على طاولتنا شي منيح، لأنه العدو رح يكون قدامنا. بعرف منيح إنه هو العدو ورح يضل قدامي، بس رح يظهروا الأعداء الحقيقيين. أنت قصدك الخلايا؟ الشيء اللي قاله عاصم لأونال بيك بدل على وجود خلايا ورح يظهر فورا. ريس بس هو ما بيخجل، عم يفجر قنبلة قدام عيون بنته، وقدم أخوه ليشار على طبق من فضة. لو ما طلع مع الياس بالسيارة ما كان رح ينسجن بسبب يشار. هنن ما بيشبهونا بأي شيء، لأنهم بفكروا حالهم كبروا كل ما قللوا أصل مع غيرهم.
شاهين آغا موجود بالمعرض هلأ، وبس يشوفك رح يسألك عندك شي خطة يا ريس؟ عندي، رح أقتلهم. والله ما فهمت. بنتي ماتت وهنن رح يموتوا. ما بقى رح خاف على أي حدا بعد ما ماتت بنتي وخسرتها بكل بساطة، وأنا بدي أقتل أي واحد كان يساعدهم. بدي أعرف بسرعة مين السبب بالشي اللي صار بالسوق. يعني في عندك خطة يا ريس؟ عندي، لا تخاف. ما عم صدق عم تعمل حلو يا مريا. يعني الياس هلأ مسجون ومو فارق معك وكأنك عم بتجهزي لشي حفلة. هاي الضحكة في شي مهم من وراها. شكله تيومان راح لعند ربه وخلصنا منه. يعني هو كان السبب بالشي اللي صار؟ أكيد طبعاً. المهمات بس ليش مبين عليكي مو مرتاحة؟ روحي خبري أمي رح ترتاح والياس رح يطلع. اللهم اجعلنا من الصابرين. خديجة روحي انت وخبريها لخيرية، يمكن لأنك هون مريم ما بدها تحكي قدامك. مريم يلا احكي لي لحتى ارتاح شوي. ما بعرف خضر قديش في عنده أعداء بالمرة. أنا ما ضل عندي غير عدو واحد، لهيك مرتاحة. ومين هو عدوك؟ ما بقدر خبرك عنه. لما بيموت اسمعي على هالحكي. ابني الياس ما رح يطلع بعشر سنين. اي احكي، ليش سكتتي؟ مو انا اللي قلت، تلفزيون. حتى لو كان هاد الحكي مزبوط ما بصير تخبري خالتي خيرية وتزودي عليها. قالوا لي رح يطلع، كان قريب من مكان الحادثة مزبوط، بس ما حدا من جماعتنا قرب عليه. رح يحققوا معه وبعدين رح يرجع. أنا ما كنت مصدقتهم، أنا ما كنت مصدقتهم. الياس شاكر بيلي أخذوه واعتقلوه، عم يحكوا عنه كأنه من الناس المشهورين. ما حدا بيعرف ابني مثلي أنا. شو قالت مريم؟ عم بتقول إنه في عندها عدو خطير بس ما قالت لي اسمه. جيلان هي المقصودة. مين جيلان؟ الإنسان ما عنده عدو غير نفسه وبس. بس ما حدا بيعترف بهذا الشيء، ولما يجي يوم الحساب ما حدا بيقول عدوي الوحيد أنا. توبة توبة يا ربي. قال جيلان، قال خضر علي بالنهاية عم البنت اللي توفى.
وأكيد أبوها عنده مشاكل مشغول فيها ومو فاضي. خبرها أنه أنا عازمتها لعندي، وتعال لعندي أنت وسيلدا مع بعضكم. الياس، ليش رجعت مثل ما كنت؟ شو يلي زعجك انت؟ حتى شعرك بعده مثل ما كان، شو حكيت لهم؟ هنن ما بيمدوا ايدهم وبينزعوا شكل او شعر حدا، القصة نفسية. معك حق، اهم شي النفسية، لا تحبط معنوياتك، لازم تضل قوي بوشهم. مزبوط سيدي. وين راحوا هدول؟ ما عجبهم صوتي لهيك حملوا حالهم وراحوا من هون. ما بين شي بالكاميرات. يشار الوحيد طالع أشخاص على العواميد اللي فيهم كاميرات مراقبة على أساس هنن عمال صيانة عامة، وخلاهن يدهنوا الكاميرات. ايه، وشو ناطرين لحتى يطلعوهن من السجن؟ هذا ما بيعني انه عمك ويشار ما عملوها، لازم يجي حدا يكفلهن. اذا كنت بتقصد عمي خضر فما بيجي، تعرفه منيح. خضر ماني ناطره. ناطر أكرم معناته؟ أساساً بعرف إنه أكرم رح يروح. ليك نوزت، ممكن تحكي بصراحة؟ بالنسبة لأكرم ما بعرف مين رح يستقبله. الزلمة اللي بده يعاند أكرم بيطلع زلمته لأكرم، يعني على الأقل واحد من الزلمة اللي عم دور عليهم. إن شاء الله العمر إلك معلم ثروت. عاشت دولتنا يا سيد نوزت. مثل ما بتعرف اللي كان ورا موتها لزوجتي هو تيومان. بس تيومان مات معلم ثروت. صح، نال العقاب اللي بيستحقه بفضل الياس. قلب أصلان قال لي إنه الياس ما له علاقة بالقصة اللي صارت. قلب أصلان بيكون قال اللي لازم ينقال سيد نوزت. وأنا في عندي سؤال واحد، هذا ذكي إيمت لازم ينقال عقابه؟ مشان الله ثروت قلي مين هاد ذكي؟ الفاعل ذكي، واتصاله من هون ما أنا فكرة كتير ذكية. قلب أصلان، لهيك أنا بطالبكم بالعدالة سيد نوزت. ثروت عم تحكي عن جد؟ أي عن جد. والعدالة من أيمت نحن منطلبها من الدولة؟ لكن من مين بتطلبها يا خورشيد؟ شو نحن ما عنا القوة والزلم حتى الدولة تشغل حالة بهيك كلاب؟ خليكم بالعداء تبعولكن. آلية القنبلة من وين تم تشغيلها لسه لهلا ما منعرف، وما قدرنا نثبت هالشي. أنا عم أقول تحددت سيد نوزات. ليك ثروت، هذا الحكي لازم تحكيه مع عمي خضر، مو مع السيد نوزات. قلب أصلان، أنا هون عم بطلب شغلة من الدولة. طبعاً والدولة أكيد رح تطلب مني شي يوم شغلة مستحيل أقدر أعملها.
وقت جوابي رح يكون واضح. الدولة رح تضطر تطلب منك شيء وانت ما رح تعمله. انت بأي دولة مفكر حالك يا خورشيد؟ انت ما حدا عم يحكي معك منوب. سشكين تعال خدني على المعرض. انا ما في بالعادة اني اطلب شيء من الدولة سيد نوزت. برأيي خدوه على السجن. هذا الزلمة بلوي بلوي علينا كلنا. سشكين استناني. الزلمة اللي جاب سيرته ثروت قبل شوي هو ذكي. أكرم ما رح يتركه لأنه متولي له كل أموره. خبره لعمك. اللي بعرفه أنك كنت مخاصمنا نوزت. مو خصام بس ما عم بدعمكم، والمعلومة اللي أعطيتك إياها قبل شوي مو بغاية الدعم. بالنهاية النسوان والأطفال هن اللي عم يستهدفوهم، وطبعا مو دعم مشان مستقبلكم بالمافيا. ليش المافيا إلا مستقبل سيد نوزت؟ هذا السؤال اسأله لعائلتك مو لألي. قلت لي مشان اعرف مين هذا اللي واقف ورا للوحيد يشار. انا عرفت. ومين هو هذا الوحيد؟ انا ما بحبه ابدا. بقى ليش ما بحبه بصراحه انا ما بعرف السبب. كنت مفكر لانه هذا الوحيد ما في شغله وسخه الا ما بيفوت فيها وبيغرق لشروشته. ايه وكيف تغير رأيك فيه يا سقراط؟ لا ما تغير، بس انا اتطورت اكتر. معناتها اشرح لنا اكتر. نحن اذا تعلمنا بلكي نتطور كمان مثلك. ها صح يا فخري؟ ايه شاهين اغا. ايه بشرح لكم من ناحية انه كل شغله وسخ بوسخ. مزبوط هو هيك، بس من جهة تانية هذا الوحيد طلع في عنده ضمير. تيو الرصاصات اللي فاتوا براسه ما بينعدوا بالمرة. شو قصدك بالضمير؟ انا ما قلت ضمير تجاه تيومان. هو عنده ضمير بس تجاه الناس الوحيدين. سألت وتحريت عنه. بصراحة ما سمعت عنه انه ضرب حدا عاجز او يتيم او مسكين، ولا شفت هالشي ابدا. قلت لحالي هدول الناس بيكون عم يستعملون باعماله الوسخة. شي مثل هيك يعني. شي مثل شو يا اغا؟ خضر، عم احكي عن الناس المقعدين، عن المسنين، عن المرضى النايمين بفراشهم وما بيتحركوا. بأي شغل رح يستغلون؟ الله يتقبل منه خيره للزلمة. نحن اللي بيهمنا شره أكتر من خيره، مو هيك يا ريس؟ ايه أعماله الشريرة هي اللي بدي أعرف عنها. شو الحاجة للسؤال عن هالشهاد؟ الزلمة حكى وقال له لأخوك تعال بدنا نشرب كاسة شاي، وخلاه يصير معه شريك بجريمة. لهيك القصة مو معرفة شره، لازم نعرف خيره أحسن. وشو هو خيره؟ خير شو قلي؟ مو طلع هذا الوحيد كل شي بيطلعه وبيربحه بيوزعه على الفقرة والمساكين؟ هي فهمنا خيره أخي. فخري قال الله يتقبل منه خيره وأنا مثله بقول. انتو اتنين ما رح تفهموا الشي اللي أنا عم بقصده. لو قلت شي بينفهم كنا فهمنا. اكتب لك شي كتاب بلكي بعد 2000 سنة بيطلع شي حدا بيفهمه. حكي لنا عن شره وعن شره. لو كان الوحيد عم يسمع اللي عم قوله هلأ
كان من زمان فهم قصدي. يعني اللي بدي أقوله ايه؟ مخه للزلمة ما بيشتغل كيف ما كان. لو راح بنفسه وقتله لهذا تيو ما كان قدر يطلع من السجن، شارك الياس بالجريمة، وهيك بيكون تخلص من تهمة قتل حدا موجود على الطاولة تبعكن. من وين متعلم هاي الأمور؟ هذا اللي بدي أعرفه. مين اللي مدربه؟ مين اللي وراه؟ الزلمة هاد وحيد يا ريس خضر، هذا اللي عرفته عنه، والحقيقة أنه ما عنده حدا أبدا. وكأنه نحن اللي في إلنا حدا. خضر، الشي اللي رح أقوله، أكرم هو اللي رمى لأخوه قدام هذا الوحيد. يعني هذا يشار بلا ما يظهر الوفاء بيصير صديق لأكرم. لو ما أخذ الياس جنبه أكرم كان رح يسعى لحتى يخليه بالسجن، وهي قلت له. معناتها أكرم ويشار ما في صداقة بيناتهم. معناها وقتها اللي عم بقصده أنه تحاولوا تاخدوه لصفكم. والسلام. عمي والوحيد يشار عاملين هالعملة؟ الشغلة ما لها علاقة فينا بنوم. لكن عمي شو كان عم يعمل هنيك؟ صدفة. صدفة. والمافيا فيها صدفة آخرها؟ عمك الياس كان عم يقدم إفادته بنفس المشكلة. إذا ما صدقت حكينا فالله يعينه لأخي الياس. والله شكله الوحيد يشار زلمة كبير. ايه زلمة كبير. فورا صار يحكي مثل أبي، قال يساعد الفقراء والمساكين. هاد الزلمة مجنون وخطير وما حدا بيعرف شو رح يعمل. وينو الرئيس شباب؟ بالمستودع معلم ثروت. مين في عنده؟ عنده شاهين آغا والمعلم فخري. منيح نيناتهم بيتفهموا حكي. بدي انزل حكيهم. وانت لوين؟ انت اللي لوين؟ انا لهنيك. لا تخاف، أكيد ما رح أقتل حالي بالمستودع. لا مو خايف تقتل حالك، بلكي الرئيس بيرحمني لألي وبيطلب مني أني أقتلك. منيح، ترك تليفونك وتعال. أنا تليفوني ما بتركه بأي محل. الماما خيرية، إذا اتصلت ما بيجوز ما رد عليها. خورشيد أعطيني يا ألي، أنا برد عليها وبخبرك. بيصير. قل له للرئيس خضر خليه يبعت هدول الاثنين لشي مكان يكون بعيد عنا. لا هداك بيتراجع ولا التاني عم يسكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عندك ثروات؟ ريس اجيت لهون لأخذ اذنك بموضوع. خير شو الموضوع؟ قال بده يقوصه لزكي. ومين هاد زكي؟ زلمته لأكرم. عود هنيك عود.
السبب. ريس، اللي فجر القنبلة بحبيبتي مبجل هو. ومين قال لك هالشي؟ خبرتي طول هالسنين أنا والسيد نوزت. نوزت ما قال هيك شي يا ريس. يعني رجل الدولة شو بده يقول؟ شو ما كان، عم بيقول إنه قتل زكي من حق الطبيعي ريس، ولا تفكيري غلط؟ شو رأيك فخري باشا؟ يا ريت تحكي لك شي شغلة أنت، ما معي حق؟ والله أنا ما فيني أقول شي إذا كان إلك حق أو لا أخي ثروت، بس برأيي هذا زكي لازم يمسكه على السريع. وقت اللي حكينا مع قلب أصلان قال عنده مانو سهل وخطير، يعني بيظهر حاله على أساس زلمته لتيو، بس بيتصرف كأنه زلمته لأكرم. هلأ أنتو عم تطلبوا مني إذن لقتل زلمته لأكرم يلي قعد من جديد على طاولتي؟ رئيس أنا ما عم صدق. الزلم اللي قلت بدك تاخذ لي تاري منه واللي أنت بدك تقتله قعدته على طاولتك؟ وانت فكر بالباقي ثروات. مو حابب فكر يا ريس. يا اما بتسمح لي اقتل هدول زكي واكرم، يا اما شو، او اقتل حالي. ريس انت وافق على الاثنين وخليني اتصرف. اذا قلت الانتحار حرام انا بقوسه، هيك أريح لنا كلنا. ما حدا رح ياخد أي حدا، وما حدا رح يقتل حدا، والياس رح يطلع، وبعد ما يطلع منقعد ومنحكي بكل شي بدكن ياه. خرشيد سمعت؟ صدر الإذن. الإذن اللي بدك ياه ما صدر، والباقي ما بيهمني أبدا. انت شو قلت أغا؟ ها؟ ها؟ كنت عم تقلي يشار عنده ضمير؟ ها؟ قال يشار عنده ضمير وقال بيهتم بالمساكين والفقراء والمحتاجين. لك قله قله إذا بيجي بيشوف هدول يلي عندي، وقتها منشوف مين بيتحمل، أنا ولا هو؟ أنت يمكن. أنا استرجع حكو غير هيك.